جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة. انطلاقة شوطنا العاشر تمت بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا العاشر الخاص بالحجايق القعدان في أمسية هذه الليلة، أمسية أيضا هناك الرموز لأبناء القبائل لسن الحجايق ضمن الأشواط المفتوحة هنا أيضا على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة. نتابع المسيرة، هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية ثمينة لبقية العشرة من حاش الناصر بن مبارك بن قران المنصوري على صدارة وعلى المركز الأول. لايف في المركز الثاني، حمد بن محمد بن عامر العمري يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث النشمي رسيف بن عبد الله بن براك الظاهري من يأتينا على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما رابع مراكزنا والانطلاق والتحدي. وشاهدينا الكرام من هناك الصداوي أحمد بن سعيد بن مصبح بن جيش الغفلي من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس ورسان راشد بن حمد بن سعيد الجعفري، ومن الجانب الآخر شاهين سالم بن محمد بن سعيد بن العظيلي العامري المنطلق بهذا الأداء المميز. سابع المراكز الطائر سعيد بن راشد بن ناصر الدرعي مع الطائر بهذه الانطلاقة على المركز السابع. أما المركز الثامن، المركز الثامن بحر حمد بن الدودة بن سالمين العامري، والتدخل في هذه اللحظات من شاهين بدر بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري من يأتينا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر يأتي هناك ارتجال المبارك بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري من يأتي بارتجال على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى مع منتصف المسافة. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك عجب على صدارة، عجب على المقدمة وعلى المركز الأول. علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ولكن رعد هو على الصدارة حمد بن راشد بن محمد البريس المري، ويأتينا شاهين سالم بن محمد بن سهيل بن العظيلي العامري على المركز الثاني. المركز الثالث لايف حمد بن محمد بن عامر العمري، ويأتينا الصداوي لأحمد بن سعيد بن مصبح بن جلش لغفلي، وصل هنا بن بدر مع شاهين بدر بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري من يأتينا خامسا. وفي المركز السادس وصل الكابوخة بشعاره من الجانب الآخر، أيضا له دور هنا شاهين راشد بن علي بن مبارك الكاموقة المري من ينطلق في هذه اللحظات، يتسلل من مركز إلى مركز ما شاء الله بهذا الانطلاق المميز. الوصول من قبل راهي عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي من ينطلق، ولكن اعود الى الصدارة، اعود مع الكيل الاخير هنا والصدارة المقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط مع رعد على الصدارة، رعد على المقدمة حمد بن راشد بن محمد لبريس المري، ولكن أرى التسلل من شاهين على المركز الأول. من الجانب الآخر سالم بن محمد بن سهيل بن العظيلي العامري وبن جرش بن جرش بن جرش بن جرش الصداوي أحمد بن سعيد بن مصبح بن جرش لغفلي، والقادم هنا أيضا راهب عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي. ولكن شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور شاهين سالم بن محمد بن سهيل بن العظيلي العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شعار الصمود يصمد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تشاهدونا على الصدارة المركز الثاني، اسم جديد شاهين محمد بن بخيت بن نومي العامري من يأتينا على المركز الثاني هنا في أول ندى. ولكن سلام على هذا الأداء،
الفرصة على هذا الفوز. تهانينا أيضا على فوز شاهين سالم بن محمد بن سالم بن عبير العمري المركز الثالث، شاهين محمد بن خيد بن نوب العمري المركز الرابع، الثالث الصداوي أحمد بن سعيد المصبح من جرش لغفلي وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام تانا راهي عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي، وفي المركز الخامس هناك كان نصيب شاهين راشد بن علي بن مبارك الكاموقة المري من وصل على المركز الخامس، وهنا 5:49 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا على هذا الفوز المميز الجميل لسيد هنا سالم بن محمد بن سهيل بن العظيلي العامري على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا والناموس والسلام لأهالي الطوية بمدينة العين على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني هناك 5:50 جزئين من الثانية توقيت شاهين محمد بن بخيت بن نوبي العامري، بينما المركز الثالث كان من نصيب الصداوي لأحمد بن سعيد بن صبح بن جرش الغفلي قاطع المسافة في 5:51. 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الأخوة الفائزين، والكلمة لأحمد